انا مايكل جوردن هو بالنسبه لي اسطوره كره السله في العالم، فاكيد ليبرون ودوين والناس دي كلها اكيد يعني لعيبه ما بتقلش شان، يعني من احسن لعيبه في العالم، يعني مش مستنيين رايي، بس انا بالنسبه لي هو اسطوره كره السله هو مايكل جوردن. بص، هو يعني انا يعني يمكن في الكارير بتاعي ده كله اتمرنت مع مدربين معدودين على عدد على الصوابع، يعني بس انا النقله النوعيه اللي هي نقلتني من ليفل لليفل هو ربنا يمسيه بالخير كابتن شريف عزمي. يعني لما جاء نادي الاتحاد سنه 95 عمل طفره مع اسماعيل، معايا انا شخصيا، لانه هو المينتاليتي بتاعته عايز ولاد صغيرين بيعدهم كويس قوي، والفنيات بعد كده الموهوب فنياته بتعلى اكيد، يعني بيركز على الجزء البدني والجزء ده بعد كده الفني. فالحمد لله ده فرق معايا جدا. كمان دكتور عادل صبري الله يرحمه من الشخصيات اللي هي اثرت في لبنان. يعني كل مدرب اتمرنت معاه كان ليه عامل اتاثر فيه، يعني فؤاد ابو شقره في لبنان اتعلمت منه ازاي ان انت تعمل مانجمنت للفريق وتركب، مش مجرد ان انت جايب لعيبه ستارز تركبهم مع بعض، لا، الطريقه اللي بتركب بيها الفريق ازاي ان هو توصله ان هو يكسب، تريح اللعيبه. فكل مدرب اتمرنت معاه اخدت منه حاجه، وكلهم مدربين افاضل يعني، وكان ليهم اكيد اثر في تاريخي. بالنسبه لي من اللي هو اللي يعني حتى الجمهور كان على طول اسم بيبو واسماعيل مرتبطين ببعض، كان من افضل اللعيبه اللي فعلا كان في انسجام، يمكن رغم عدد السنين القليله اللي لعبتها انا وهو مع بعض، بس بيبو كان من ضمن الاشخاص دول. عندك كان في طارق الغنام كمان في النادي الاهلي، يعني عندك اكتر من واحد سواء في مصر او في لبنان. في لبنان عندك كان في الاجنبي محترف اسمه توني ماديسون كان معايا، ده برضو يعني معظم الكارير اللي عملناه في الشانفيل او في الرياضي في اوله كنت انا وهو مع بعض. دلوقتي في جون عبد النور، في وائل عرقجي، اكيد كان فادي الخطيب كنت بحب انه يبقى موجودين انا وهو في الملعب مع بعض، وكان لينا خبره مع بعض في الملعب. فعندك لعيبه كتيره، كل مرحله بيبقى يعني بيبقى ليها اللعيب اللي فعلا بتحس وجوده معاك بيبقى عامل مهم من ناحيه حتى نفسيا، مش هقول لك بس فنيا، نفسيا وجوده بيطمنك ان انت بتقدر فعلا تحرز القاب وتكسب بطولات.